طبعا واحد من لما خلصت شغل الظهر كان تعبت يعني خالص، كانت شمس ساعتها وكان يعني تعبان الواحد، فنمت وأنا نايم في الرؤية شفت واحدة جميلة شعرها نازل على مثل جسمها كله، جات قبلتني أنا قاعد وهي جات في وشي معاها حلق، بس حلق طويل، قالت لي الحلق ده أنا عايز أحطه في ودانه. قلت لها لا أصل أنا راجل ما ينفعش أحط حلق. قالت لي والله جميل عليكم بس أنت ما شفتوش، بس أنت طول بالك بس أنا أحطه وشوف ينفع ما ينفعش. ففاكر حطت حلقة، قلت لها ده مش مخرومة، قالت لي لا هو بيمسك بكلبش مش عاوز خروم. فحطت حلقة هنا وحلقة هنا، فانا لما حطت الحلقة شديت ايدي كده بالعيد ازاي يعني طوله، لقيته طويل شوية مش يعني حلقة صغيرة حط العمامة عليه تجي شوية ما بينتجيش. قالت لي والله كده حلو بس خد بالك من حاجة ده كويس او هيضيع منه. قلت لها لا مش هيضيع. وصحيت بس فاكرها تقول دلوقتي، وفاكر الحلق ده مش حلق، هو حلقة وفيها سلاسل شراشيب كده بس كله لونه ذهب سه ذهبي. وصحيت الظهر قلت يا معاك ♪